طيب الجمهورية تتحدث عن صلاح محسن مهاجم انبي وانه محسن ب 13 مليون جنيه. بس خلي بالك برضو انا مش عاجبني العنوان، لا الاهلي باعه ولا دجله ضحك عليه، لان في النهايه الوضع زي ما هو. بس انت على العش. اتكلمنا، حصل كلام، وهو كلام كان حصل ليه؟ هل بنسبه كبيره نجيب بقى حد من ولادنا يأمننا في الفتره دي طالما ان احنا مش هنلحق نجيب مدافع يعني واضح المعالم قوي يستحق مبالغ كبيره تدفع فيه؟ فكان احد التفكيرات المهمه ايوه نجيبوا حد من ولادنا. مين من ولادنا؟ هم كانوا 2 أو 3 موجودين. قالوا طيب العشاء قرب، حصل الحوار ده. طيب الجمهوريه بيقول لك الاهلي فك الكيس وصلاح محسن ابعد عن اي ارقام تكتب، ابعد عن... حتى لو كان انبي يتحدث عن انه صلاح محسن ب 2 مليون يورو ماليش دعوه، انبي يقول له هو عايزه. بس خلي بالك صلاح محسن مشروع لاعب جيد. لكن المقارنه مره واحده بينه وبين محمد صلاح ما طلعش بالارقام دي. ناسيه ليه؟ بدايه محمد صلاح كانت ايه؟ واذا كان محمد صلاح راح بازل الاهلي لا يقل عن بازل المزاج. فبرضه انتقال اي لعيب الى الاهلي بنفس الشروط ونفس المواصفات بيضمن حق النادي الاصلي، لان كل فلوس المقاولين جت في الانتقالات التاليه، ما جاتش من الانتقال الاول. الاول بسيط، واخد بالك؟ فالاهلي يستطيع ان يحل محل اي نادي اوروبي، يستطيع ان يحل محل. خد نسبتك الحلوه ونتكلم في كلام معقول دلوقتي ونخوض التجربه معاه. وتسويقه جاي. خاصة انه صلاح محسن بيعلنها رغبات اللعب للاهلي وافضله على اوروبا، يعني هو عاقل بقى هنا. لانه طبعا شاعر ان وهو ده اللي هو فاهمه. ما هو انت لو اتنقل لتشيلسي مره واحده كان انتهى، كانت اتحكمت على تجربته بالفشل مره واحده. لكن هو استوى في بازل وبعدين راح تشيلسي ففوجئ ان هي لا البدري على الخطوه دي، رجع فرنتينا بعدين اتنقل لخطوه اكبر روما، من روما الى ليفربول، النهارده نضج احسن لاعب في افريقيا ينافس على هداف الدوري الانجليزي، تتهافت عليه الانديه. انك تستوي على مهلك، ما انت ممكن تقطع الثمره وهي على الشجره. بالمناسبه ده كان راي مارتن يول في رمضان صبحي، في رمضان صبحي ليته استمع الى النصيحه، قال لك نوت ناو، يعني هو يروح اوروبا بس مش السنه دي، السنه دي يلعب سنه. مارتن يول مواصفات اللاعب اوروبا ايه؟ قال لك عايز يندق سنه هنا. موهبه عاليه جدا، مهاريا ما لا يقارن باي احد اخر. ولكن خد الصدمه بدري.